الحقيقة احنا عندنا محفظة أراضي كبيرة أكتر من 7 مليون متر موزعة ما بين غرب القاهرة وشرق القاهرة. غرب القاهرة في الشيخ زايد وستة أكتوبر، وفي شرق القاهرة في القاهرة الجديدة وعلى طريق السويس بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وبالإضافة لكده عندنا مشروعات في الساحل. عندنا مشروع شراكة جديد تم توقيع العقد الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الأسبوع الماضي. ده تطوير 500 فدان في منطقة الشيخ زايد، بالإضافة لكده عندنا مشروع أكتوبر بلازا في 6 أكتوبر. عندنا مجموعة من المتخللات بيجري تطويرها دلوقتي في مشروع صادق ويست. في شرق القاهرة عندنا مشروع صادق إيست، ده مشروع 655 فدان، دي شراكة مع شركة مصر الجديدة، شراكة بنفتخر بيها. عندنا مشروع إيست تاون بعض الوحدات المتبقية ومتخللات فيه، وعندنا مشروع فيلات وده أحد المشروعات اللي بنفتخر بيها في شرق القاهرة. الساحل الشمالي تم تسليم مشروع سيزر بالكامل، وحاليا يعني دخلنا في مرحلة تطوير مشروع جديد أو قطعة أرض 300 فدان على الساحل الشمالي. السوق العقاري المصري سوق قوي جدا، اساسياته كلها قويه جدا من حيث حجم الطلب، طلب حقيقي. في فجوه كبيره قوي في الاسكان في مصر ما بين العرض والطلب، الفجوه دي لابد انها تتقفل، وده بيمثل فرصه كبيره قوي للشركات الجاده ان هي تعمل في هذا المجال.